بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ودافي نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. اهلا بيكي. وطبعا احنا مكملين في الطقس الخريفي، وفي درجات حراره بتقل وبتزيد، يعني الصبح بدري قوي وبالليل برضو متاخر درجات الحراره بتنقص كتير، لكن بالنهار بيكون دافي شويه او يعني معتدل الحراره. طمنينا عن تفاصيله. بالفعل احنا مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه، الارتفاع الطفيف في درجات الحراره اللي بتكون اعلى من المعدلات بحوالي درجه لدرجتين. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون خلال فتره النهار 25 درجه مئويه، يعني هنحس بالدفء خلال فتره النهار، خاصه احنا بنتاثر بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيساعد على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فبنحس بالدفء والارتفاع درجات الحراره خلال فتره النهار، خاصه فتره الظهيره. اجواء دافيه على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، اجواء حاره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات الظهيره. مع غياب اشعه الشمس ودخول فترات الليل بتبدا درجات الحراره تنخفض بشكل كبير وشكل ملحوظ، الصغرى خلال فترات الليل بتنخفض ل 14 و15 درجه مئويه على القاهره الكبرى، خاصه في الساعات المتاخره من الليل وفترات الصباح الباكر بنحس بالاجواء البارده على اغلب انحاء الجمهوريه خلال فترات الليل المتاخره، فترات الصباح الباكر الاجواء بتكون فيها اجواء مائله للبروده، الاجواء دي هتكمل معانا ان شاء الله متوقع ليوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، مستمرين في الاستقرار في الاحوال الجويه والارتفاع الطفيف في درجات الحراره فترات النهار، مع كمان وجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا وتوافر عوامل الرطوبه خلال فترات الليل المتاخره والصباح الباكر وهدوء سرعات الرياح، بتتكون شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، كثافه الشبوره المائيه بدات تزيد، بدات تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، يمكن اليوم كانت شبوره مائيه كثيفه على اغلب الطرق المؤديه محافظات الوجه البحري، مدن القناه، السواحل الشماليه. كثافة الشبورة المائية لما بتزيد بتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، عشان كده هننصح كل قائد المركبات والمسافرين على الطرق مع وجود الشبورة المائية الكثيفة لازم القيادة بهدوء تام على الطرق، نتبع كافة تعليمات المرور. تكون الشبورة المائية الكثيفة بيكون تقريبا الساعة 3-4 الفجر وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، مع سطوع أشعة الشمس بتبدأ تدريجيا في التلاشي. زي ما قلنا الأجواء دي هتستمر معانا اليوم الاثنين، متوقع إن احنا إن شاء الله مع يوم الاثنين أو أكثر يوم الثلاث نبدأ نحس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، تبدأ تنخفض تدريجيا درجة إلى درجتين، بعد كده هنبدأ نحس كمان بوجود فرص الأمطار أو عودة فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا بسرعة نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف المحافظات، وهنبدأها بالقاهرة العظمى فيها 24 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 23-14، اسكندرية 24-16، العلمين الجديدة 24-15، مطروح 24-13، دمياط 23-15، بورسعيد 24-16، الإسماعيلية 25-12، السويس العظمى فيها 24 والصغرى 13، العريش 23-14، كاترين 18-5، طابة 24-15، حلايب 25-19، شلاتين 29-19، شرم الشيخ 27-17، الغردقة 26-16، الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 12، بني سويف 25-11، الوادي الجديد 26-9، أسيوط 26-10، سوهاج 26-11، قنا 27-12،
الأقصر 28-13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 29 والصغرى 14. ودي كانت تفاصيل حالة الطقس النهاردة ودرجات الحرارة كمان المتوقعة. ناخد بالنا في شبورة مائية الصبح بدري وبالليل متأخر على الطرق الساحلية والزراعية، ممكن تبقى كثيفة، فنراعي التعليمات المرورية حفاظا على سلامتنا. نرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك كرامي، شكرا جزيلا.